طيب نروح لخبر مهم جدا. وقوات الأمن تصفي 15 إرهابي بالعريش، حيث تمكنت قوات الأمن أمس الأربعاء من تصفية 15 إرهابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في مدينة العريش. وكشف مصدر أمني أن قطاع الأمن الوطني توصل إلى معلومات مؤكدة بتفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة. أضاف أيضا المصدر أنه دهمت قوات الأمن الوكر الذي تختبئ به تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع بمدينة العريش، والتعامل معهم لمبادرتهم بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مسرع 15 إرهابي. أوضح المصدر أيضا ضبط قوات الأمن بحوزتهم 5 أسلحة آلية، 4 بنادق خرطوش، 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وكميات كبيرة من الذخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طيب نروح منها لوزارة